Thank you.
شغل القلب الشوق على الظالم بيحن طبع الفراق الجوة إحساس الدفي صورة شجن زاد الألم صلب الفراق وبينك مدري الزمن شغل الشوق على الظالم بيحن طبع الفراق الجوة إحساس الدفي صورة شجن زاد الألم
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر شاشه الشروق الفضائيه اللي بتابعونا من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان. نتواصل الليله الساهره الجميله باغنيات الطرب وايضا الحماسه. تابعنا الفنان سامع عز الدين وايضا تابعنا فرقه ود الخال، اطربونا واتحفونا حقيقه بغنائهم الشعبي وبكل الفرقه الموسيقيه. لما سمعت ود الخال كنت مفتكره حيجيني زول كبير بجلابيه وغنى حماس، وفعلا كان الحماس، لكن اهلا بيك محمد المجتبى اللي بيسمع بود الخال بيقول زول كبير، لكن جانا محمد المجتبى شاب صغير طروب صوته جميل اتحف كل الحضور الموجود بداخل الاتحاد. اهلا بيك يا محمد. تسلم، يديك العافيه، ولي الشرف انه اكون عضو من الاتحاد، ويعني فرصه جميله والله. اول مشاركه لك يا محمد في الاتحاد؟ لا انا مشاركه. كيف المشاركه كانت؟ والله احسن من اول. احسن؟ محمد، حاسب نفسك في الغناء الشعبي وحاسب انه انت قادر تكون من ضمن اعضاء الاتحاد وتؤدي رساله فنيه جميله؟ ان شاء الله، وده المفروض يحصل لانه اشتغلنا كثير والفرقه صبرنا والخال ذاته تعب معنا، فان شاء الله حنكون ان شاء الله. الله ان شاء الله. شنو اللي بتمناه محمد في مجال الفن انه يوصل له ونشوف اعمال جديده لاولاد الخال؟ شنو اللي عايزين يعملوها اولاد الخال في التغيير يعني؟ والله متمنى انه يعني نكون في احسن المحلات يعني، واسم الفرقه ذات تظهر من جديد لانه الفرقه كانت واقفه لها فتره، وهسه الحمد لله بقينا نجي الاتحاد هنا مرات عشان نجدد الشغل، وغايته الحمد لله. محمد، اولاد الخال زي ما نحن تابعنا من خلال اطلالتك قدمت عدد من الاعمال الفنيه الشعبيه القديمه، عندكم اعمال ممكن تكون جديده او خاصه بفرقه اولاد الخال؟ عندنا ثلاثة أعمال لكن لسه ما نشرنا. 200 حتنشرهم؟ والله إن شاء الله بننشرهم بعد ما نشتغل فيهم كثير كده، لأنه الحاجة جديدة ولسه داير لها شغل كثير إن شاء الله. محمد، أنت شاب لسه صغير جدا وبداية مشوار جديدة، وأكيد حطول بإذن الله تعالى رسالة تقدمها لكل الشباب اللي حابين يبدوا في مجال الفن وهم حاليا هسه موجودين في الساحة لكن حابين ظهور أكبر. والله هو الفن رسالة وشغف برضه في نفس الوقت، فالزول اذا هو عنده شغف في الحياه دي فلازم يسعى لها، فدي الرساله غايته، والناس تسعى وتشد حيلها ان شاء الله وتصل للي عاوزاه. شكرا ان شاء الله، يديك العافيه. تسلم. بنتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه في هذه الليله الجميله من ليالي اتحاد دار فن الغناء الشعبي بام درمان، ونحن سعداء جدا انه نكون مع الجمع الكريم الكبير جدا من الجمهور اللي موجودين الان، وسعادتنا بتكمل اكيد بمدير هذه الدار، حنتعرف عليه ونشوف شنو الموجود في الدار وشنو الجديد في الدار، لكن خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع من بعده نواصل ليلتنا السهرة مع عدد من الفنانين الموجودين ومن الطرب الأصيل والمفاجآت القادمة بإذن الله تعالى لكل الناس اللي بتتابعنا وموجودة معنا الآن.